والتحية لهذا الوطن بكل هذه البيئات الزراعية والبيئات السياحية والبيئات التي تحتفي بالموروث الثقافي السوداني. هذه السيدة الإفريقية هي صاحبة أكبر عدد حالات ولادة في التاريخ. فحالتها لا تحدث إلا كل 1000 عام تقريبا، ولكنها تخطت كل الحالات التي سبقتها منذ نشأة الخليقة والحضارة، حتى أنها هزمت الأرانب. فأقصى عدد يمكن أن تلده الأرنبة هو 20 أرنبا، وهذه السيدة تفوقت حتى على الأرانب. كسرت الأرقام القياسية وتربعت على عرش موسوعة جينيس، وأنجبت 44 طفلا، وكلهم من زوج واحد فقط. لتكون أكبر عدد مواليد من سيدة ورجل واحد في تاريخ البشرية منذ الخليقة. إنها ماما أوغندا التي عجز الأطباء والعلماء وكل شخص عن وصف وتفسير ما فعلت. كيف لامرأة أن تنجب هذا العدد من البشر؟ كيف تحمل جسدها ورحمها هذا العدد المرعب؟ هل رحمها مصنوع من فولاذ صلب ومعقد؟ كيف استطاعت تحمل آلام الولادة المتكررة على مدار 25 عاما وأكثر؟ كيف تستطيع تربية أولادها ومعرفتهم حتى من بعضهم البعض؟ وهل أولادها بصحة جيدة؟ كل هذا سنجيب عليه وأكثر الآن في قرية صغيرة فقيرة في دولة أوغندا، وسط حقول البن الممتاز الذي تشتهر به أوغندا. تعيش مريم نطاسي التي لقبت بماما أوغندا في منزل بسيط وبدائي جدا، يعكس حالة الفقر الشديد الذي يعيش فيه الأهالي في 4 غرف ضيقة جدا ومتسخة وبدون أي أثاث حقيقي. تزوجت مريم أو ماما أوغندا كما تحب أن ينادها الناس وهي في عمر 18 فقط، حينما باعها والدها إلى رجل، نعم باعها كالعبيد للزواج. وبعد شهران فقط علمت أنها حامل، وحينما حان وقت الحمل تفاجأت بالصدمة. 3 توائم في بطن واحد وفي أول حمل لها، وكان عمرها وقتها 13 عاما فقط. ثم بدأت القصة تتكرر. تحمل مريم وتكتشف من جديد أثناء الولادة أنها حملت بتوأم أو 3 توائم، وأحيانا وصل الأمر إلى 4 أطفال في بطن واحدة، ليكون المجموع 44 طفلا هم من بقوا على قيد الحياة، و6 أطفال ماتوا بعد الولادة مباشرة، ليكون المجموع 50 طفلا. حينما ذهبت مريم إلى الطبيب لتعلم لماذا هي مختلفة، قال لها الطبيب أن الببايض لديها كبيرة بشكل غير عادي ولا يصدق، وأنه لم يرى في حياته كلها مبايض بهذا الحجم الغريب والرهيب. وحذر الطبيب أن أي وسائل لمنع الحمل قد تشكل خطرا كبيرا على حياتها. لذلك استمرت مريم مجبرة على الولادة، وتعتبر دولة أوغندا بالرغم من فقرها إلا أنها من أعلى معدلات الخصوبة في العالم كله. ففي العالم انخفض معدل الخصوبة إلى 2 لكل أسرة تقريبا، أما في أوغندا يصل العدد إلى 6 أطفال لكل أسرة، ومريم وصلت إلى 44 طفلا، وما تزال مريم قادرة على الولادة. وبسبب عدد أطفال الضخم عانت كثيرا مريم وزوجها من تدبر نفقات المعيشة، فزوجها يعمل في 3 وظائف في آن واحد، وكمصفف للشعر ومنظم احتفالات. فلتطعم مريم أسرتها فهي تستهلك يوميا 25 كيلو من الدقيق و20 كيلو من الفول و3 كيلوغرام من السكر. وبالطبع لا تدخل أصناف السمك واللحوم أبدا للمنزل إلا مرتين كل عام. وأما الزوج فنادرا ما تراه زوجه، فهو يأتي كل أسبوع بخزين الطعام وبعض الأموال، ومن ثم يغادر من جديد للعمل أو الهرب من جيش الأطفال الذي أنجبه هو ومريم. وحينما يحين وقت النوم بعد أن مارس الأطفال اللعب واللهو، يذهب الأطفال إلى أسرتهم. كل 12 طفلا في غرفة موزعين على 4 غرف، أسرة بأدوار متعددة مصنوعة من الحديد. ومن لا يجد له سرير وقد أتى من اللعب متأخرا، فيفترش الأرض ويضع قطعة قماش لتحميه ولو قليلا من برد وقساوة الأرض. مريم بالرغم من الظروف الصعبة تواظب على متابعة أطفالها طفلا طفلا، بل أنها ستفاجئك أنها تعلم جميع الأطفال وتهتم بهم، وتحلم أن يصبح أطفالها أطباء ومعلمين ومهندسين وعلماء.
وهي تتعهد لكل من يزورها أن بعد عدة سنوات ستكون مثالا يحتذى به في العالم كله، حينما يرى العالم أن جميع أطفالها أصبحوا نوابغا متعلمين، بل أن أطفالها وعدوها بالتفوق والتخرج والعمل في مناصب مرموقة ليحسنوا من مستوى عائلتهم وإخوتهم، ويرد الجميل ولو قليلا للسيدة التي عانت معهم لسنوات وسنوات ولم تهرب أبدا من المسؤولية، ولم تترك أطفالها للشوارع مثلما تفعل الكثير من الأمهات في أوغندا، لتبقى معي قصة حية على تضحيات المرأة ومعاناتها. إنها ماما أوغندا.